لإيه اللي بعتها لها. كابتن رأفت طبعا من أساطير وأعلام نادي الترسانة، تاريخ نادي الترسانة ومنتخب مصر. كابتن رأفت كان لي الشرف إني اتمرنت تحت إيده في الناشئين ومع الفريق الأول، وهو من اوائل الناس اللي يعني طبعا يعني النهارده اتكلم مع كابتن رأفت يعني مش هتطرق لمدربين تانيين، بس هو من ضمن الناس او من اوائل الناس اللي رشحتني الفريق الاول في نادي الترسانه، يعني بعيد عن انا ابن مين او كده، ف يعني ليه فضل برضو عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في وصولي للي انا وصلت له ده. وكابتن رأفت فيه ميزه، يعني عنده خفه دم غير عاديه، يعني ممكن في عز الماتش ما هو متازم هو تلاقيه لوحده بيتكلم في نقطه بيوقع الدكة كلها والناس كلها اللي موجودة من الضحك، وهو مش يعني ما بيقولهاش بغرض الهزار أو التهريج، هو بيقولها بتلقائية. فدي كانت في الميزة دي بصراحة خفة الدم جميلة جدا فيه، يعني ربنا يديله الصحة. أقول له كل سنة وحضرتك طيب، ودايما بألف صحة وألف خير، وربنا يديك طولة العمر ووفر الصحة بإذن الله إن شاء الله. كابتن ما خفتش يتقال ان انت بتجامل شاكر عبد الفتاح في ابنه؟ هو كابتن شاكر في الاول قال لي انا عايز باك شمال من عندك من 20 سنه. قلت له خد محمود شاكر عبد الفتاح، رغم ان كان في واحد اسمه ابو المجد لا يتخير عن محمود. بس محمود معدي في حاجات كتير. ان محمود بيعدي وبيشوط رجله الشمال سم زي ما بيقولوا، بيجيبها جوان. تاني ما عندوش التسديد. ابو المجد دلوقتي حاجه ما شاء الله، يعني محمود شاكر فتح عنده ميزه غير التاني، انما التاني كويس. انا والله العظيم لا، ما انا بقول لك يعني انت اصل الواحد، انت ما حسيتش مره انك ظلمت لاعب؟ ما افتكرش. ده انا انتجت لعيبه كتير. طيب ما فكرت لعيبه كتير من الناشئين من نادي الترسانه ببلاش. ما فكرتش او افتكرت انك جاملت لاعب؟ مش هقول لك بقى ظلمت، لا جاملت لاعب. ولا دي خالص والله. انت بتراعي ربنا في الحته دي الحمد لله، عشان كده ربنا كرمني الحمد لله.